السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بألف خير وعلى خير. كيف القاعدة اليوم؟ جبت لكم خبيزة صحيين كيتونيين 100%. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. اللي بغى يعرف باش درت هذه الخبيزات، ما عليه الا يدخل الفيديو ويتابعني حتى الاخر وما يمشي لاين. يلا نكنستناكم. اعزائي عزيزاتي، غادي نمروا للمقادير نتاع الخبز تاعنا نتاع اليوم، اللي كيحتوي على واحد الماده اللي هي جد نافعه وكدير لنا ديتوكس الجسم ديالنا، وهضروا عليها مجموعه ديال الاطباء وخاصه الدكتور الفائد، دار عليها فيديو خاص غير عليها هي، اللي هي بذور القاطونه او البسيليوم. هو غني على التعريف، فيه مجموعه ديال الفوائد بالزياده على انه منظف للجسم، لان فيه واحد الماده اللي كتدير بحال شكل ديال جل وكتمتص كل شيء، دوك السموم اللي كيكونوا في الجسم، وخاصه اللي عنده مشكل ديال القولون، واللي عنده مشكل ديال الامعاء، واللي عنده مشكل ديال ارتفاع الكوليسترول في الدم، واللي عنده مشكل ديال السكري، يعني كتصلح المجموعه ديال الامراض. ما عليكم غير لا تجربوا هذا الخبز اللي عندي لكم اليوم وتبقاو كتوالفوا به، ويكون معتمد عليكم في الحياه ديالكم، وخاصه انه هو صالح لجميع انواع الحميات بدون استثناء. كل اي حميه يمكن له يدير هذا الخبز وياكلو. هنا في الخبز نتاع اليوم عندي كاس ديال البسيليوم او زريعه القاطونه، عندي كاس نتاع الكوك مطحون، عندي غير نص كاس، ما كاملش نص كاس نتاع اللوز، عندي البيكربونات ديال الطهي، عندي جوج ديال البيضات، عندي معلقه نتاع خل التفاح، عندي معلقه نتاع الخميره نتاع الخبز حبيبات، وعندي نص معلقه صغيره نتاع الملحه، وعندي معلقه صغيره نتاع السكر نتاع حبه حلاوه، بغيت ننكهو بهذا بحبه حلاوه، وعندي جوج معالق كبار نتاع الجبن، اي نوع الجبن. انا اليوم درت ندير الكيري. بالنسبه اللي ما كيعرفش البسيليوم، هو هذا زرعه القاطونه، شوفوا كي دايره، وصعيبه في الطحين وغاليه شويه في الثمن، ولكن مفيده، تستحق الصراحه العناء ديالها وداك المشقه ديال الطحين وداك الشيء، كتستحق الصراحه. اذا غادي نمروا الان الى العمل ديالنا. بسم الله. معلقه صغيره نتاع البيكربونات، البنات زدتلو بيضه اخرى، وزدتلو شويه الحليب نتاع اللوز لان بغيتو يجي شويه خفيف. وشوفوا البنات راه كيتجمع بحال راه عندك كتعجني الدقيق، داك البسيليوم رائع جدا، ديك الماده اللزجه اللي كتكون فيها هي اللي كتجمع لنا الخبز. هانتوما كان عندنا طحين عادي بحال تقولي عندك، وكيشرب هو راه هي اصلا هاد البسيليوم راه كتشرب الماء، خصك محيت تاكليه تشربي مزيان الماء. شتو كي معلك بحال انك كتعجني الدقيق الفرص. قال انا زدتلو داك الربيع ديال سميتو نتاع الحليب، نتوما يمكن لكم ديروا اي نوع ديال الحليب اللي عندكم اللي كتستهلكوه. يلا الان غادي نخليه شويه وغادي نقرصو. Thank you.
البنات الخبيزات ديالنا درت 6 ديال الهومبورغيسات، 3 بزراره و 3 باللوز افيلي، وقرصتهم على هذه الطريقه وندخلهم الفران ونتلاقاو من بعد. يلا باش نمشيو لين وبقاو معايا حبيبات ديالي احباء ديالي. وها هما الخبيزات ديالي وجدوا كيحمروا الوجه غزالين الشهيين، واحد الريحه طالعه منهم كتحمق. نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. جاوني مزينتهم تبارك الله، جاوني تحمروا تبارك الله مزينتهم. هادو باللوز وهادو بالزراره اللي درت بالزراره، شوفوا كيتشقوا وكيتنفخوا تبارك الله، جاوا غزيولين. ناكلهم في الصباح، ناكلهم مع الصبان، ناكلهم مع الفخوماج، مع الزبده، مع شما بغينا. نقدروا نديروا كاع بالكفته، هومبوركيسا والخاص والفخوماج، كل شيء كيصلحوا ليه كيما بغيتوا. الطريقه اللي بغيتوا تاكلوهم بهم ما عليكم غير لا طبقوا هذه الطريقه اللي درت انا، وهذا المقادير اللي عجنت بهم هذا الخبز الصحي 100% خاص بالناس اللي عندهم داء السكري والناس اللي كيتبعوا جميع الحميات. هذا خبز صحي 100% وما خالي الكربوهيدرات، وجربوه وردوا عليا في الكومونتير. وما تنساوش وما تبخلوش علينا بلي جيم وبلي كومونتير، وكنتسناو سميتو الاراء ديالكم تفيدونا ونفيدوكم طبيعه الحال، ونستافدوا جميع. وحنا بلا بكم ما كاينينش، وانتم الاسره ديالنا الثانيه الف مرحبا بكم. نتمنى اننا نكونوا خفاف وظرف على قلوبكم. يلا احبائي، عواشر مبروكه وقبله كبيره للجميع، وعواشركم مبروكه ورمضان مبارك كريم. تقدروا ديروا هذا في الفطور تفطروا به غزال كيحمق. يلا حبيباتي مع السلامه.